أحلى من بالدعوة فروقه البيت لحمة لحمة حي عن هاي من به إخا وشهد الله بريد ريم المريم دليل ودوبه لعنده تقابل تلزوم رشوفه عتبت قلبي ونصباي وقصف حور بستاني ونصباي يا ربي لا تموتني وانا صباي ولا تحرمني الشمات الهواهي يا باي يا باي يا باي وما حلى الصبايا ينسموا قلوبنا ما حلى الصبايا ينسموا قلوبنا. خي حنا رح يصير الظهر عمول معروف وصال جبنا الغدا. وكي يا عمر دينا هيدا حكي على دلعونا وعلى دلعونا خي حنا عجل جاعت لبطونا اول خطي كانت شراها بجنة عدن الله جزاها ويا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا يا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا. الله يأجركم يا شباب، خلص النهار. كمان اليوم السينان أبونا شرب طول النهار بلا أكل. وطلو يلبي شو مينا كل شعفة حصلنا سليب خنهوي نطورا لليو دي مومو ماريو ألو فسار الشهيد 20 أمينة والدماء تسيل من رجلي وهو صابر يقول وأطيب العذاب في سبيل الله. مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا، كل همه كان يخلف رهبان دار مارس حيوا مع بعضهم ومع كل اهل المنطقه. ايه بدو يحللوا الجو، بدو يحكم وحده، بدو يتحكم برقاب الناس. بعد رسالتين، اول وحده لجمهور دارنا كلها مديح وامتنان، وبعد رساله تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا، رساله تاني بسب فينا. ايه بيسب فينا وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقه. شو بيقوم بيعمل رستم باشا؟ صم اللهم يرمصن شقيد هشك يدفش رئيس العام بيدفشوا هون طار عقلي من راسي. كيف بيهددنا بهالطريقه؟ حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط
بلمح البصر كل واحد منا فكز النار عن قصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صاروا يرقدوا على صوت الصريخ. من بينهم قتلة من كعب الدست جربوا الرئيس يهدينا بس افش فايدة. خلصت القتلة هربنا من بيت خلفاني ورجعنا على الدايخ ولك عفاكم ما قصرتوش فينا. بس هو كمان ما قصرش فينا. اول ما وقع من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح تحدوا حرمة الدائر فاتوا علينا ربطونا اخذونا اسرى بهدلونا جرجرونا ورا الحصن. وصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبال وبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي القديرة كتير طرحنا صوت ضقينا الجراس وتجمعنا قررنا نعمل شيء فتخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين. صدنيلهم كمين على جسر المدفون ولما وصلوا على الجسر قمينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات وطشنا فيهم. خلصنا قسم كبير من اخوتنا اللي هربوا بالحراش القريبه بس العسكر كانوا اكثر منا بكثير وكلهم مسلحين. نحن اثنين ثلاثه منا كان معنا بوريد وهي المعركه دايره بشوف عسكري تركي نازل خبيط بخي الراهب سمعان بكعب باروته. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورافع ايديه وهو عم يترجى العسكري برفع باروتي على كتفي تلمس ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمدني صبيعي كانه صوت وقال لي ما طاوس هجوم وخلص خيك بمسك باروتي من بوزه وبهجوم بس لحقت صوت كان العسكري عم يطلق النار على صدر خي سمعان حتى اشعت بعيوني حتى اشعت الدنيا قلبت سودة ضربت العسكري كعب البارودي حتى غاب عن الوعي وقع على الارض كفيت عليه كم ضربه التفت
خي إسحية قريب مني، يا من خزة أو من صاب بركض لحده بسنده وبهرب.